مباراة اليوم في مجملها كانت هناك أوقات إيجابية، نتكلم على فريقي، أوقات إيجابية شفنا فيها يعني بعض الأشياء الجميلة، لكن هناك أوقات أخرى اللي كانت هناك عدة سلبيات. لو كان فريق المغرب الفاسي في أحسن حالاته كان ربما يسبب لنا مشاكل، لكن مع فرق في مستوى ربما أعلى في الوقت الحاضر نخلصوا يعني كاش لابد من الانتباه. صحيح اللي احنا في نهاية الموسم فيه نوع من الملل، وهذا مفهوم جدا لدى اللاعبين، لكن عموما كانوا لاعبين على قد المسؤولية، لأنهم يحسوا اللي عندهم دين نحو أحبائهم بعد ما حلفناش الحظ في الفوز بالبطولة. عموما مباراة آخر موسم ضد فريق المغرب الفاسي اللي هو كمؤسسة فريق كبير جدا، لكن نعلم مع الأسف اللي يمر ببعض المشاكل، نطلب من الله تتحسن إن شاء الله في آخر وقت، لأنه البطولة المغربية في حاجة إلى الفرق العريقة ترجع إلى مستوى العادي باش النوعية والمستوى بتاع البطولة الوطنية يكون في مستوى عالي. على كل حال شكرا للاعبي فريقي على المجهودات، وشكرا لمجهودات لاعبي المغرب الفاسي والطاقم الفني، وهذه هي كرة القدم في مباراة اليوم. لا أظن إذا كان حيانا ربي بالطبيعة، ومازال ربي عطاني الحياة، مازالت مباراة نهائي حسب أصدقائي في الرجاء عندهم علم لمباراة من فترة طويلة، علموني اللي مش يكون نهائي ربما يوم 30 من هذا الشهر، حسب يعني المعلومات اللي عندي في من أصدقائي في نادي الرجاء اللي هم عندهم علم بتاريخ النهائي من فترة بعيدة. لذا ما زلت مواصل الى النهائي ان شاء الله مع 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 فريقي لاخر مباراه في الموسم. بالنسبه ليس هناك اي مجال للصحه، اللي هناك لاعبين من الناديه اللي باش يمشيو، اذا كان انا رحت الى نادي كايزر شيفز. داكروز يعني انتهى يعني بال يعني التعاون مع نادي جيش الملكي منذ فتره، وكان باش يمشي لفرق اخرى، كان يعني خارج المنظومه الاساسيه للمواصله، فكانت فرصه اقترحنا وتكلمنا وما فيهاش عيب يعني. لكن داكروز ما كانش يعني مواصل يعني مع نادي جيش الملكي. هذا هو بالنسبه للاعبين، ليس هناك اي بقاس مباراه واحده ام انه صدامي مع الجيش، مباراه واحده هي النهائي. انا تركيزي كامل يكون على المباراه هذه، وبعد ان شاء الله يكون موقفي عينيا ان شاء الله مع بعد استشاره نادية ورئيس النادي يعني. هذا هو يعني، لكن احنا نتكلم عن مباراه اليوم، لكن معليش للتنوير الرأي العام الرياضي أو جماهيرنا، معليش عارف هناك مشاكل، لكن ما يعنيش دي مشاكل ما خلتش يعني الفريق يدافع، أو ما ليس هناك استحقاق للاعبي فريقي في الترشح والانتصار اليوم، لكن لابد أن نكونوا نتواضعوا لله كما نقولوا، ما نفرحوش بزاف، لأن يعني قبل سؤالك سبقني وقلت اللي هناك فترات جيدة وفترات سلبية. لو كان منافس في افضل حالاته كان يسبب لنا في 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 مشاكل كبيره، فهمتني؟ فهذا هو يعني نتمنى هو ليس دبلوماسيه او سياسه، يعني انا نعرف قيمه المغرب الفاسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.